مدبولي يؤكد أن جميع أجهزة الدولة تعمل على تخفيف الأزمة على المواطنين خاصة محدود الدخل. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يؤكد أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات ذخيرة وطائرات درون ومراكز قيادة أوكرانية في دوناتسك. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إيلاء الدولة المصرية الدعم والحماية الاجتماعية كل الاهتمام لمواجهة مختلف الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم. وخلال مؤتمر صحفي أشار مدبولي إلى ارتفاع مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية من 290 مليار جنيه عام 2015-2016 إلى 490 مليار جنيه للعام المالي الحالي. الدولة المصرية يعني الفترة الأخيرة بتولي يعني الحقيقة موضوع الدعم والحماية الاجتماعية كل الاهتمام. أنا عايز بس أدي لحضراتكم وللمواطنين رقمين مهمين جدا، إن في 2015-2016 كانت كل برامج الدعم والحماية الاجتماعية المخصصات المالية ليها 290 مليار جنيه. الموازنة الجديدة اللي احنا النهاردة بدأت في شهر يوليو الحالي اللي هو 22-23 بتتجاوز 490 مليار جنيه. وهنا أنا بتكلم على برامج إيه؟ برامج الدعم طبعاً، دعم الخبز ودعم التموين، المعاشات اللي النهاردة بقى فيه 10.5 مليون مواطن بيستفيدوا من المعاشات اللي الدولة المصرية بتقدمها. حضركم بس عشان نبقى عارفين تكلفة كلفة المعاشات على الدولة المصرية السنة دي 282 مليار جنيه، بتصرف 10.5 مليون مستفيد من المعاشات. الموازنة بتدفع منهم دعم 190.5 مليار جنيه، والباقي طبعا من الاشتراكات ومن إيرادات هيئة التأمينات الاجتماعية. لكن بس أنا حابب أحط للمواطن المصري قد إيه الدولة المصرية بتتدخل في هذا الموضوع. وأضاف مدبولي أن الفترة الأخيرة شهدت إجراءات من الدولة لتخفيف أثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وأشار إلى إضافة 450 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة بإجمالي يصل إلى 4.1 مليون أسرة وبتكلفة تقدر ب 22 مليار جنيه. حاليا اللي بيستفيد من هذه المبادرة العظيمة، مبادرة تكافل وكرامة، كنا في حدود 4.1 مليون أسرة مصرية بتستفيد، وأصبح البرنامج النهاردة تكلفته اللي موجودة النهاردة في الموازنة 22 مليار جنيه. فإحنا بنتكلم على حزمة كاملة الدولة المصرية ضخاها ومحطوطة في الموازنة أكتر من 490 مليار جنيه من موازنتنا برامج دعم وحماية اجتماعية. إنما الحقيقة يعني مع كل هذا العمل والجهد، وأذكر حضراتكم وكل المواطنين إحنا في شهر إبريل لما حصل موضوع الأزمة والتضخم الكبير تدخلنا مجموعة من الإجراءات أذكر حضراتكم بيها، زودنا المرتبات 3 أشهر بدري والمعاشات، أضفنا 450 ألف أسرة لتكافل وكرامة، ومجموعة من الإجراءات اللي اتعملت فقط من 3 شهور، ويمكن أرجأنا موضوع الكهرباء وعارفين، وعملنا الحقيقة إجراءات كثيرة كلها هدفها ان ازاي نقف مع المواطن المحدود الدخل في هذه المرحلة الاستثنائية كدولة في حدود امكانياتنا ومواردنا كدولة. وخلال المؤتمر الصحفي اعلن مدبولي عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وذلك من خلال رفع عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الى اكثر من 5 ملايين اسرة. وأوضح مدبولي أن تكلفة رفع عدد المستفيدين من البرنامج ستصل إلى أكثر من 5.5 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن تكلفة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة ستتراوح ما بين 11 إلى 12 مليار جنيه،
بما يشمل توفير مليوني كرتونة مواد غذائية وتوزيعها بأسعار مخفضة على المواطنين. الحزمة الجديدة دي عشان نبقى عارفين طبعا أهم شيء فيها إن احنا بنرفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة النهاردة إلى أكثر من 5 مليون أسرة. يعني احنا بنضيف أكثر من 900 ألف، من ما بين 900 ألف المليون أسرة جديدة بالحسبة كده، عشان هنبقى عارفين يبقى الدولة المصرية بتخدم أكثر من 5 مليون أسرة، يعني 20% من الشعب المصري. 20% من الشعب المصري الدولة بتتكفل بصرف معاش أو مبلغ دعم نقدي مباشر بصورة دائمة، وده رقم لازم نتوقف عنده، إن بقى 20% من الشعب المصري بياخد هذا الدعم النقدي المباشر، وده شيء مهم جدا، لأن احنا دايما بنبقى عينينا على نسب الفقر اللي موجودة في عندنا في مصر، وإزاي إن احنا كدولة نتدخل بمجموعة من الحزم عشان نساعد الأكثر احتياجا والأكثر فقرا. فاحنا بقينا بنتكلم النهاردة في أكثر من 5 مليون أسرة هنقدر النهاردة نتدخل ونقدر نوفر لهم هذا المبلغ والدعم النقدي المالي المباشر شهريا. طب كلفة 900 ألف للمليون أسرة قد إيه علينا؟ الكلفة هتبقى أكتر من 5.5 مليار جنيه في السنة، ده هيبقى رقم إضافي. ولكن الحقيقة، وهنا يمكن أنا حابب أن أنا أوجه الشكر لمنظمات المجتمع المدني بالتنسيق ما بين الدولة المصرية وما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي اللي هو بيضم كل الجمعيات الأهلية الكبرى في مصر واللي بتعمل جهد غير عادي. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم والذي عقد بمدينة العالمين الجديدة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية، داعيا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء. ثم استعرض مدبولي خلال الاجتماع الجولة الخارجية الناجحة للرئيس السيسي في كل من ألمانيا وصربيا وفرنسا، والتي عكست التقدير العالمي للدور المصري وثقلها في الدوائر الإقليمية والعالمية، بالإضافة لدعم مواقفها في مختلف القضايا. كما مثلت هذه الزيارات فرصة لدعوة الرئيس لزعماء هذه الدول لحضور مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل. كما أشار مدبولي إلى زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة، موجها الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية بهدف دعم أطر التعاون بين البلدين. أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولة تفقدية بالمنطقة الترفيهية في مدينة العالمين الجديدة بعد تشغيلها. وخلال الجولة جدد مدبولي تأكيد أن الدولة المصرية مستمرة في العمل بالمشروعات القومية القائمة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة أهداف التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، ومن بينها منطقة الساحل الشمالي، وما يتم من مشروعات قومية كبرى داخل مدينة العالمين الجديدة، والتي أوضح أنها تعد واحدة من المناطق الواعدة اقتصاديا على ساحل البحر المتوسط، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما بها لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة المحلية والأجنبية، ولا سيما بعد الطفرة الهائلة التي قامت بها الدولة في تنفيذ البنية الأساسية بهذه المنطقة. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع التاسع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27، وذلك لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
تناول الاجتماع تطورات الموقف التنفيذي للمبادرات الخاصة بالمؤتمر، كما تم استعراض عروض الرعاية الواردة، وتناول الاجتماع أيضا الشق اللوجستي والتنظيمي المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص بحجز الفنادق وإعداد خطة الطوارئ الطبية وتطوير تطبيق جوال خاص لمساعدة المشاركين على الاستفادة من الخدمات المقدمة خلال المؤتمر، فضلا عن وضع استراتيجية وخطة الاتصالات الدولية وتوفير السيارات الكهربائية لتنويع أساليب النقل. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه قادة الدول العربية والإسلامية عن أخلص تهانيه وأصدق تمنياته في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ذلك الحدث المحوري البارز في تاريخ الدعوة الإسلامية النبيلة والسيرة النبوية العطرة، داعيا الله تعالى أن يجعل العام الهجري الجديد عام سلام وازدهار، وأن تتحقق فيه الأمال والطموحات نحو مستقبل يسوده التنمية والرخاء لجميع شعوب الأمة الإسلامية. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. جاء نصها كالآتي: الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، أبعت إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري 1444. أدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار، وأن تتحقق فيه أمالنا وطموحاتنا، وأن ينعم على مصر الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار، مع أطيب تمنياتي بعام هجري سعيد، وكل عام وأنتم بخير. وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له، متمنين لمصرنا العزيزة مزيدا من الرفعة والرخاء. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة. وقال وزير الدفاع والإنتاج الحربي في برقيته إن رجال القوات المسلحة يؤكدون اقتداءهم بهدي رسول الإنسانية الذي أرسى نموذجا فريدا لبناء الأمم والأوطان ونبراسا لطريقها نحو الرقي والتطور، ماضين تحت قيادة الرئيس السيسي الحكيمة بنبل المقصد وصدق الغاية لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن وصون تاريخه وأمجاده ومقدرات شعبه العظيم. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة. وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفضيلة مفتي الجمهورية. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية. أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات. جاء ذلك خلال لقائه عددا من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة.
بدأ اللقاء بعرض تقديمي لعدد من قادة القوات المسلحة، تناولوا أهم التحديات التي تشهدها المرحلة والأسلوب الأمثل لمجابهتها، بما يسهم في تنفيذ أداء القوات المسلحة لأدوارها ومهامها على أكمل وجه. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسؤولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته، مشيرا إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة بما لديها من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم. كما أدار حواراً مع القادة والضباط استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وطالبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري. نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC بأن التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة يتطابق مع معايير التعليم بكليات الطب بالمملكة المتحدة. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية للارتقاء بمعايير الجودة الطبية لتتماشى مع معايير الجودة العالمية في كافة التخصصات الطبية. نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC بأن التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة يتطابق مع معايير التعليم بكليات الطب بالمملكة المتحدة. بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تقديمي عن دور ومهام وإمكانيات كلية الطب بالقوات المسلحة، وألقى اللواء طبيب خالد شكري مدير كلية الطب بالقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة العمل الطبية والتي توجت بالاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC لتعظيم وتكامل الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة في المجالات العلمية والبحثية المختلفة. كما استعرض مدير التعليم الطبي بكلية الطب بالقوات المسلحة إجراءات ومراحل الاعتراف، وتضمنت الاحتفالية عرض التقرير النهائي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC وتسليم شهادات الاعتراف من السيدة هيلين فيذرستون رئيس الخدمات الدولية بالمجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية. حضر الاحتفالية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة. حصلت الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على جائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية، وعلى المركز الأول عالميا في قطاع حوكمة المحاجر، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي برامجيات إزري لنظم المعلومات الجغرافية، والذي يعد أكبر حدث دولي في العالم مخصص لنظم المعلومات الجغرافية. وخلال الاحتفالية التي نظمها معهد نظم الأبحاث البيئية العالمي إزري، ألقى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات اللواء أركان حرب عبد السلام شفيق، ألقى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة،
مقدما الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من جهود مضنية في دعم الشركة للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية. كما أشار إلى الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم وتشجيع جهود الشركة التي تكللت بالحصول على تلك الجائزة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 105 أطنان. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 24 طناً. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 56 طن، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 714 قضية، من بينها 101 قضية خبز ناقص الوزن و82 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 21 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 104 أطنان أقماح محلية. هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بشتى صورها، وفي مقدمتها غش السلع الغذائية وبيع سلع منتهية الصلاحية وحجب سلع عن التداول بالأسواق. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار، نستعرضها في التقرير التالي. استمرارا لجهود وزارة الداخلية في التصدي لكافة الجرائم لا سيما الجرائم التموينية بشتى صورها، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 25 طن ملح طعام مجهولة المصدر. قام مالك مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالإسكندرية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. كما نجحت في ضبط قرابة 45 طن مواد غذائية بدون مستندات مجهولة المصدر داخل مخزنين بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة. تم حجب هذه الكمية عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء، وتمكنت الإدارة من ضبط نحو 85 طن أقماح مستوردة مجهولة المصدر ودقيق داخل عبوات عليها علامات تجارية غير مسجلة بحوزة المسؤول عن مطحن بدون ترخيص لطحن الأقماح بالجيزة. وضبطت الإدارة قرابة 3 أطنان أقماح محلية محظور تداولها لاستخدامها في إنتاج الأعلاف الحيوانية. واستمرارا لجهود الإدارة في مواجهة جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت من ضبط قرابة 99 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها بالأقصر والقاهرة والبحيرة والقليوبية والمنوفية، وضبط 80 طن فول غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول عن شركة لتعبئة الحاصلات الزراعية بالبحيرة. ونجحت الإدارة في ضبط نحو 12 طن مسلي وزيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مخزن للصناعات الغذائية بالمنوفية. وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 11 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وتمثل ضرراً على الثروة الحيوانية بالشرقية والمنوفية وقنا، وضبط أكثر من 16 طن أعلاف حيوانية وداجنة منتهية الصلاحية بحوزة مسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية بالجيزة. كما تمكنت الإدارة من ضبط 22 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ببني سويف والمنوفية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من ورائها. الإدارة تمكنت من ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية ببني سويف، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. وتمكنت الإدارة من ضبط 92 طن مواد بناء غير معلن عن أسعارها خلال حملات أمنية شنتها بالمنوفية والإسكندرية والقاهرة، تم تخزين هذه الكمية لبيعها بأزيد من السعر المتداول. وضبط 15 طن منظفات صناعية منتهية الصلاحية بحوزة مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية بالمنوفية.
كما تمكنت الإدارة من ضبط 150 طن حبيبات بلاستيكية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالمنوفية. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من إحدى شركات المقاولات والإنشاءات بسرقة 11 صندوق إشارات غير مفعلة وغير متصلة بالسيمافورات ولم يتم تسليمها للجهات المختصة ويتم تأمينها بمعرفة الشركة لحين تسليمها، وذلك ما بين منطقة الشبانات وقرية صفط بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية. وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الزقازيق، قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة المهمات المصلحية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وأمكن ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة المشار إليها بعد 48 ساعة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وبقيامهم ببيع المسروقات لمالك شونة خردة وتاجري خردة، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، فأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بصحة أقوال المتهمين. أعلنت النيابة العامة اتخاذها كافة إجراءات التحقيق في الشكاوى المتعلقة بعدد من العرائض المقدمة من محامي مسجون على عبد الفتاح وذويه. وأعلنت النيابة العامة انتقال أحد رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون واطلاعه على ملفه، فتباين سابق استقباله لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعض من ذويه وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات. وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في 16 من الشهر الجاري. كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية وعدم معاناته من أي مشكلات صحية أو سابق إصابته بأي مرض. وأشارت النيابة العامة إلى أنه بسؤالها للمسجون على عبد الفتاح قرر أنه يعامل معاملة كريمة من ضباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه أو منع مستلزمات المعيشة عنه. وأكدت النيابة العامة أنه على ذلك فإن التحقيقات التي تجريها في الشكاوى المذكورة لم يثبت منها صحة ما ادعته إحدى شقيقتي المسجون من تعرض علاء عبد الفتاح لأي سوء معاملة. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت 6 مستودعات ذخيرة أوكرانية في دونيتسك وفي منطقة ميكولايف. من جانبها أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن صواريخ كروز روسية استهدفت قاعدة عسكرية قرب كييف، ما أدى إلى تدميرها جزئيا. وقال المسؤول العسكري أوليكسي غروموف إن مبنى في القاعدة دمر وأصيب 2 آخران، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 1 الصواريخ. رغم دخول الأزمة الأوكرانية الروسية شهر 6، إلا أن المؤشرات لا تلوح بوجود حل سياسي من كلا الطرفين أو حتى من حلف شمال الأطلسي الذي يدعم كييف. فالأزمة الأوكرانية الروسية التي تسببت في تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم في جميع دول العالم وأوقفت تصدير القمح الأوكراني والروسي وجعلت موسكو توقف تصدير الغاز لأوروبا جعلت الجميع يتبع سياسة الأمر الواقع والبحث عن حلول بديلة. فبداية من كييف، فقد أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن بلاده ستصدر مزيداً من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن تلك الصادرات لن تسمح بزيادة العملات الأجنبية فقط، بل ستساعد أيضاً الشركاء الأوروبيين على مقاومة الضغط الذي تمارسه روسيا على صعيد الطاقة. أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين فقد ألقى بالمسؤولية عما يمر به العالم من أزمات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد أن الأزمة التي دخل الشهر 6 تسببت في أزمات غذاء عالمية. وأكد بلينكين أن أوكرانيا لم ولن يتم احتلالها وستبقى دولة ذات سيادة ومستقلة. ميدانيا قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا يكتسب قوة في مدينة خيرسون الواقعة جنوب البلاد،
البلاد وتسيطر عليها روسيا. وفي إقليم دونيتسك قال موالون لروسيا إن 4 مدنيين قتلوا في قصف أوكراني وأصيب 11 آخرون بجروح. عواقب العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا لم تقتصر على مجرد اهتزاز الأوضاع بالفعل في هذين البلدين وحسب، لكنها طالت المنطقة والعالم بأسره، كما أنها تشير إلى أهمية وجود شبكة أمن عالمية ووضع ترتيبات إقليمية لوقاية الاقتصادات من الصدمات. قال حاكم مدينة كروبيفينيتسكي الأوكرانية أندري راكوفيتش إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون في هجوم صاروخي روسي على مدرسة للطيران في المدينة. وأضاف راكوفيتش في إفادة صحفية أن صاروخين أصابا حدائر طائرات في أكاديمية الجامعة الوطنية للطيران بالمدينة، مشيرا إلى وقوع خسائر مادية من بينها طائرتان مدنيتان وطائرة شحن عسكرية من طراز NAN-26. دعت الحكومة الأوكرانية المدنيين لمغادرة إقليم دونباس فورا بعد تحقيق الجيش الروسي تقدما في بعض الجبهات. يأتي ذلك فيما دعت حكومة منطقة دونيتسك روسيا إلى توسيع الهجوم ليشمل مدنا تغطي جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا، في حين تركز العمليات العسكرية الجارية على إقليم دونباس ومناطق أخرى في الجنوب. أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي إيغور أوسيبوف سيطرة بلاده على بحر أزوف والجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. وأوضح أوسيبوف أن سفن وطائرات أسطول البحر الأسود تقوم بتوجيه ضربات على أهداف معادية بالغة الأهمية، كما تشارك الوحدات القتالية التابعة لهذا الأسطول في العمليات الهجومية البرية للجيش الروسي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستصدر مزيدا من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال كلمة له بمناسبة يوم الدولة القومية، تعهد زيلينسكي بمواصلة القتال ضد الوجود الروسي في بلاده، مؤكدا أن الأوكرانيين يقاتلون يوما بعد يوم حتى يفهم العالم أن أوكرانيا بلد حر مستقل ذو سيادة غير قابلة للتجزئة. يمكنكم أن تقولوا ذلك لنا، كل يوم هو يوم دولة قومية. الأوكرانيون يقاتلون كل يوم حتى يدرك العالم أجمع أن بلدهم ليست مقاطعة روسية، ولكنها دولة حرة مستقلة ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة. من جانبه، دعا المستشار النمساوي كارن هامر إلى الضغط الدولي بقوة على روسيا لوقف القتال في أوكرانيا، لافتا إلى أهمية التضامن الأوروبي في هذه الأزمة الراهنة غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. وخلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربن، قال نهامر إن العقوبات لا تدخل حيز التنفيذ بالسرعة المأمولة. ندعو إلى الضغط بقوة على روسيا لوقف القتال في أوكرانيا، ونشدد على أهمية التضامن الأوروبي في هذه الأزمة غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، ونرى أن العقوبات لا تدخل حيز التنفيذ بالسرعة المأمولة، وبالتوازي مع ذلك نسعى في أوروبا لمنع الاضطرابات الاجتماعية وزعزعة الاستقرار بسبب ارتفاع معدلات البطالة. أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربن عدم رغبته بأن تصبح المجر دولة مهاجرين. وشدد أوربن على تمسكه الدائم بهذا الرأي، مؤكدا أنه ليس قائما على أساس بيولوجي، لأن القضية ليست عرقية بالنسبة لبلاده. لا أريد أن تصبح المجر دولة مهاجرين، ولا أريد أن تتزايد معدلات الهجرة في بلادي. لطالما تمسكت بهذا الرأي وسأستمر في ذلك، وهذا ليس قائما على أساس بيولوجي، لأن القضية ليست عرقية بالنسبة لنا، هذه مسألة ثقافة، لأنه وببساطة يجب الحفاظ على حضارتنا كما هي الآن. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده تأمل أن يصل توربين ضخ الغاز في خط نورد ستريم 1 وأن يتم تركيبه قريبا في محطة بورتوفايا.
وكان بيسكوف قد أكد في وقت سابق أنه من الخطأ ربط انخفاض تدفق الغاز في نورد ستريم 1 بتدهور علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي. انكمش الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي، مما زاد من فرص حدوث ركود، حيث أدى التضخم المرتفع منذ عقود إلى تقويض الانفاق الاستهلاكي، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إعاقة الاستثمار التجاري والطلب على الإسكان. وقد أظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 9% إلى 4.4% من 5.2% على أساس سنوي، بعد انخفاض بنسبة تصل إلى 1.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. أظهرت نتائج استطلاع نشرته المفوضية الأوروبية أن الثقة الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو وصلت إلى في يوليو الجاري إلى أدنى مستوى لها فيما يقرب من 17 شهراً. وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 99 نقطة في يوليو مقابل 103.5 نقاط في الشهر السابق. ويعكس انخفاض المؤشر في يوليو التراجعات الكبيرة في الثقة في الصناعة والخدمات فضلا عن ثقة المستهلكين. تراجعت ثقة المستهلكين الألمان لشهر أغسطس إلى أدنى مستوى لها وسط المخاوف المستمرة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ونقص إمدادات الغاز. وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد جي اف كي للأبحاث أن التوقعات الاقتصادية الخاصة بالدخل ونية الشراء آخذة في التراجع. من جانبه أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك أن الدولة لا تستطيع تحمل عبء ارتفاع أسعار الطاقة. هذا ولا يزال التضخم في ألمانيا عند مستوى عال رغم تباطؤ وتيرته خلال شهر يوليو الجاري، وذلك على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية. سجلت أستراليا أعلى معدل تضخم لها خلال أكثر من 20 عاما. وكشف مكتب الأحصاء الأسترالي أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 1.8% في الربع الثاني و 6.1% خلال السنة الماضية. من جانبه قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن تضخم أستراليا لم يصل لذروته بعد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته مسجلا 7.75% خلال الربع الأخير من عام 2022. قالت صحيفة تليجراف إنه قد تظهر فترات متوترة في مجال توفير الكهرباء هذا الشتاء في حال انخفاض إمدادات الطاقة من روسيا. ونقلت الصحيفة عن شركة ناشونال جريد المشرفة على تشغيل شبكة الطاقة البريطانية في توقعاتها السنوية عن توريد الكهرباء للمستهلكين في فترة الشتاء أنها تتوقع هذا الشتاء استخدام الكابلات البحرية التي تحمل الطاقة الكهربائية من القارة، محذرة في الوقت نفسه من فترات متوترة في أوائل ديسمبر حتى مع هذا الدعم. قال مصرف لبنان المركزي إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولار دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية أغسطس. وانخفضت قيمة الليرة إلى نحو 30,000 ليرة للدولار في السوق الموازية في يوليو الجاري. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني يبحثان ملف تايوان والخلافات التجارية بين بكين وواشنطن. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ هاتفيا التوترات المتصاعدة حول تايوان. وقال البيت الأبيض إن الرئيسين بحثا خلال الاتصال الخلافات التجارية بين البلدين ومحاولتهما إبقاء التنافس بين القوى العظمى تحت السيطرة. إلى ذلك شدد الرئيس الصيني على ضرورة التزام واشنطن بمبدأ صين واحدة بشأن تايوان.
We made a substantial offer to secure the release of Paul Whelan and Brittany Griner and to bring them home, just as Secretary. أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده مستعدة لنشر قوات الردع النووي تحسبا لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة. وخلال كلمته بمناسبة الذكرى 69 للهدنة في الحرب الكورية، قال كيم إن المواجهة مع الولايات المتحدة تفرض تهديدات نووية، مضيفا أن القوات المسلحة الكورية مستعدة على نحو تام للتعامل مع أي أزمة، وأن قوات الردع النووي مستعدة تماما للانتشار للقيام بكافة المهام المكلة إليها بدقة وإخلاص. التقت مجموعة من المشرعين اليابانيين من بينهم وزيرا دفاع سابقان مع رئيسة تايوان في زيارة لمناقشة الأمن الإقليمي. وقال الوفد برئاسة المشرع ووزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا إنه يريد التوصل إلى اتفاق مع تايوان بشأن قضايا الدفاع والاستعداد لأي صراع محتمل في المنطقة، بينما يسعى أيضا إلى منع اندلاع الصراعات. دعا رئيس الجمهورية ومجلس القضاء العراقي لحوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة. هذا وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشرا مقلقا للاستقرار والسلم الاجتماعيين اللذين عملت الحكومة على تكريسهما وتثبيتهما. وفي بيان له أوضح الكاظمي أن الحكومة خطت طوال العامين الماضيين نمطا هادئا ووطنيا في التعاطي مع الأزمة السياسية، وقدمت المصلحة العامة على المصالح الخاصة. وأشار إلى أن الحكومة العراقية ركزت جهودها المهنية على حفظ أمن العراقيين ومصالحهم وتجنب الدخول في مهاترات سياسية، مجددا مناشدة الحكومة لكل القوى السياسية تبني منهج الحوار البناء لمعالجة الخلافات والخروج بالعراق من حالة الانسداد السياسي. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تدمير وكر لتنظيم داعش الإرهابي بضربتين جويتين ضمن عمليات غرب نينوى. وفي بيان قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية قاموا بتزويد قيادة القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن تواجد عناصر لتنظيم داعش الإرهابي في جبال ضمن قاطع عمليات غرب نينوى. وأضاف البيان أن القوات الجوية قامت بتنفيذ الضربتين الجويتين بواسطة طائرات F-16. قال بيان إن الحكومة اليمنية أجرت تعديلا وزاريا شمل تعيين محسن محمد محسن الداعري وزيرا للدفاع، وسعيد سليمان بركات الشماسي وزيرا للنفط. وأعلنت مصادر أن التعديل الوزاري سيشمل سالم العبودي وزيرا للأشغال ومانع بن يمين وزيرا للكهرباء، بينما سيعين الفريق محمد المقدشي مستشارا رئاسيا. تفقد محافظ الغربية طارق رحمي تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتة، حيث تفقد المحافظ موقع عمل المجمع الزراعي البيطري بقرية العزب الذي بلغت نسبة الإنجاز به 96%، ويتم إنشاؤه بتكلفة مالية تبلغ 5.4 ملايين جنيه. كما تفقد مجمع الخدمات الحكومية المقام بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه بنسبة إنجاز 96%.
نظمت إدارة الشؤون الصحية في إدفو قافلة علاجية بقرية السماحة التابعة لوادي الصعايدة ومركز إدفو بأسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم إجراء الكشف الطبي على أهالي القرية وصرف العلاج بالمجان وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في إدفو وأسوان لعمل أشعة مقطعية ورنين مغناطيسية وحالات أخرى تحتاج لعمليات جراحية. النهارده بصدد عاملين قافله طبيه بجميع التخصصات في القريه، جراحه وعظام وانف واذن وجلديه وتنظيم اسره ورمض وباطنه واطفال، ومعانا علاج طبعا، والقافله دي كلها مجاني في القرى، واحنا ان شاء الله باذن الله عاملين خطه لوادي الصعايده عشان القرى اللي هي محرومه من الخدمات. والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا لك محمد عبده وشكرا إيمان منصور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة. يستعد مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لتسليم 25 عربة من عربات نقل الغلال إلى هيئة السكك الحديدية، يعقبها خلال الأربعة أشهر القادمة تصنيع وإنتاج 50 عربة سكك حديدية لاستكمال أسطول نقل الغلال. وقال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام الهيئة بإنتاج عربات سكك حديدية مجهزة لنقل الغلال وبطاقات لنقل كبيرة تسمح بسرعة نقل وتفريغ سفن نقل الغلال بالموانئ المصرية ونقلها إلى أماكن صوامع تخزين الغلال والتي تم إنشاؤها في مختلف محافظات الجمهورية. وقعت الجزائر اتفاقا مع النيجر ونيجيريا للشروع في بناء خط الغاز العابر للصحراء، وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في يونيو الماضي على إحياء المحادثات بشأن المشروع الذي يمثل فرصة لأوروبا لتنويع مصادرها للغاز الطبيعي. إلى البورصة المصرية والتي أنهت سوق المال فيها تعاملات الجلسة جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوع بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وقد ربح رأس المال السوقي للشركات ما قيمته 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.1 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9287 نقطة، وأغلق عند مستوى 9369 نقطة مرتفعا بنسبة 88%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1833 نقطة، وأغلق عند 1847 صاعدا بنسبة 74%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2686 نقطة ليغلق عند مستوى 2707 نقاط مرتفعا بنسبة 81%. إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و88 قرشا للشراء و18 جنيها و99 قرشا للبيع، وسجل اليورو 19 جنيه و10 قروش للشراء و19 جنيه و22 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيه و87 قرشا للشراء و23 جنيه وقرش واحد للبيع. بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و14 قرشا للشراء و5 جنيهات و17 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 5 جنيهات و3 قروش للشراء و5 جنيهات و6 قروش للبيع.
في أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب العالمية تحركا ملحوظا إلى مستوى 1740 دولارا للأوقية. أما محليا فاستقرت أسعار الذهب ليسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 852 جنيها للجرام. بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 994 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1135 جنيه للجرام الواحد، وذلك في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 7952 جنيه. في أسواق البترول العالمية زادت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، مواصلة مكاسبها في الجلسة السابقة بدعم من تحسن لشهية المخاطرة بين المستثمرين، في حين تلقت الأسعار دعما من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتعافي الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية. زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.96% إلى 108 دولارات و71 سنتا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.43% ليصل إلى 99 دولار و62 سنتا للبرميل، وقد ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.33% لتصل إلى 3.72 دولار للتر، بينما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.80% لتسجل 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. تدرس منظمة أوبك وحلفائها إبقاء إنتاجهم من النفط دون تغيير خلال شهر سبتمبر، عندما يلتقون الأسبوع القادم على الرغم من دعوات من الولايات المتحدة بضخ مزيد من الإمدادات. وكشفت مصادر بأن المنظمة وحلفائها فيما يعرف بتجمع أوبك بلس سيدرسون أيضا زيادة طفيفة في الإنتاج على الأرجح. من جانبها أكدت الإدارة الأمريكية أنها متفائلة بشأن صدور بعض الإعلانات الإيجابية عن اجتماع أوبك بلس والمقرر الأسبوع القادم. أضافت الإدارة أن زيادة الإمدادات من النفط قد تساعد على استقرار السوق بشكل أكبر. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، أعود من جديد لاستكمال ما تبقى في أخبارنا مع محمد وإيمان. شكرا لك مصطفى. كثفت أجهزة الأطفاء المغربية جهودها للسيطرة على حرائق غابات أججتها رياح عاتية في شمال البلاد. وفي جنوب طنجة الأكثر تضررا ذكرت مصادر محلية أن فرق الإطفاء وبدعم من الجيش تحاول حصر البؤر التي ما زالت نشطة وحماية القرى المعرضة للخطر. وقامت ثلاث قاذفات قنابل مائية ب25 طلعة في محاولة للسيطرة على الحرائق، كما تم إجلاء 935 عائلة من 15 قرية في إجراء وقائي. والآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسع، نعود فيها من جديد إليك مصطفى. شكرا إيمان من جديد وشكرا محمد. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة، ولكن هذه المرة في مجموعة من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. يحل الزمالك الآن ضيفا على فيوتشر في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز. انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف لكلا الفريقين. في البطولة ذاتها فاز الإسماعيلي على مضيف الجونة بثلاثية نظيفة، وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز 13، بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز 15. نبقى مع الدوري المصري الممتاز، وفيه تغلب طلائع الجيش على مضيف فاركو بهدف مقابل شيء. بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد فاركو عند 35 نقطة في المركز الثامن. أعلن نادي برشلونة الأسباني عن توصل اتفاق رسمي مع إشبيلية بشأن التعاقد مع المدافع الفرنسي جول كوندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. كانت عدة تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن كوندي سيوقع عقدا مع برشلونة يمتد لخمسة مواسم مقابل 50 مليون يورو بجانب 5 ملايين كإضافات للاعب.
انتهت هذه الجولة الرياضية مشاهدينا الكرام، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع محمد وإيمان. شكرا جزيلا لك مصطفى. أقامت وزارة الأوقاف احتفالية بالعام الهجري الجديد 1444 هجرية بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها على الهواء مباشرة. وأناب رئيس عبد الفتاح السيسي محافظ القاهرة خالد عبد العال لحضور الاحتفالية. وحضر الدكتور محمد الضويني نائبا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. ومن جانبه هنأ وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد، سائلا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة على مصر، وأن يزيدها أمنا وأمانا وتقدما وازدهارا في ظل قيادة سيادته الحكيمة. والآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية، يستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا محمد عبده من جديد، وشكرا إيمان منصور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحر رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى كما تشير 36 درجة والصغرى 25، وفيها يكون الجو حار. في الأسكندرية 33-24 يكون الجو فيها أيضا حار. في مطروح 32-22 يكون الجو حار. في بورسعيد 34-25 يكون الجو حار. في الإسماعيلية 37-23 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 36 درجة مئوية والصغرى 23 يكون الجو فيها أيضا حار. في العريش 33-24 يكون الجو فيها حار. في طابة 37-27 يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن شرم الشيخ فدرجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 40 درجة والصغرى 29 ويتميز الجو هناك بشدة أو يكون الجو حار. في الغردقة 39-28 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 42 درجة ويتميز الجو بشدة الحرارة. في أسوان 43-27 أيضا شديد الحرارة. في الوادي الجديد 42-22 وأيضا الجو فيها شديد الحرارة. في شلاتين 39-26 يكون الجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 34-26 ويكون الجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجة الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع اللقطة الأبرز لهذا اليوم. بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة. بقي أن أذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. مدبول يؤكد أن جميع أجهزة الدولة تعمل على تخفيف الأزمة على المواطنين خاصة محدودي الدخل. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يؤكد أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودعات ذخيرة وطائرات درون ومراكز قيادة أوكرانية في دونتسك. انتهت نشرتنا، لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم. حلقة من التاسعة ودينا عبد الكريم. مساء الخير يا دينا. مساء الخير. مساء النور محمد ومساء النور إيمان. أنا ضيفة عليها يوم الخميس النهاردة وضيفة عليكم لحد ما الزميلة العزيزة شفكي موجودة النهاردة في مهرجان جرش بالأردن لتغطية إعلامية جميلة كعادتها، فمبسوطة أن يكون معكم. أكيد إحنا أكثر. كل التوفيق ليكي، وأكيد حلقة مميزة وزي ما تعودنا دايماً متابعة كده لأحوال الشارع المصري. شكرا. شكرا محمد، شكرا إيمان مرة تانية، وشكرا لكل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.